السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين صباحكم الله بكل خير وسرور. بداية أسبوع جديد أتمنى لكم فيه إن شاء الله التوفيق، ومثل ما أنتم عارفين بدأ العد التنازلي لامتحانات نهاية العام الدراسي. نتمنى فيه التوفيق لعيالنا وعيال المسلمين جميعا، والله يشافي مرضانا ومرضى المسلمين ويرد كل مغترب إلى أرض وطنه. صباح الورد. اللهم آمين. صباح الورد، أسعد الله صباحك وأسعد الله صباحكم مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. حلقة جديدة ويا رب فعلا هي تكون سعيدة، ومن خلال هذا الصباح ممكن نقول بأن النية لابد تكون سليمة، فإذا كانت سليمة تتحقق أمنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حلقة جديدة ورح نتطرق يعني محاور عديدة من خلالها رح نستمتع أكيد، لكن البداية مع الزميل مروان أبو شنب. صباح الخير. شكرا للزملاء محمد وحنان، أسعد الله صباحكم بكل خير. مشاهدي الكرام، في مستهل التداولات الأسبوعية للبورصة القطرية التي مرت خلال الأسبوع الماضي بتراجعات بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاعات. المؤثرات كانت في الجلسات الخمس الماضية، أبرزها كان المحرك الأساسي لها سواء ارتفاع لبعض الأسهم أو انخفاض للبعض الآخر، النتائج المالية المعلنة والتي انتهت جميعها خلال الأسبوع الماضي مع نتائج أبهرتنا الحقيقة في بعض القطاعات، على رأسها القطاع البنكي ومن ثم القطاع الصناعي، وتلك النسب المعتبرة من الارتفاعات. المؤشر العام للبورصة القطرية خلال الأسبوع الماضي كما ذكرنا يعني شهد انخفاضات، الخسائر الأسبوعية وصلت إلى 17 مليار 760 مليون ريال قطري، هبط المؤشر العام بأكثر من 3%، وإن بقي في يعني نطاقات الأفضل على مستوى الأداء الأسبوعي، وما زلنا نرصد أداء المؤشرات القطرية بالمقارنة مع الأسواق الخليجية. حتى اليوم نتحدث هو الأفضل أداء كان خلال فترة الربع الأول حتى وأن خسر خلال الأسبوع الماضي. هذا هو المؤشر العام لآخر إغلاقاته 8805 نقاط، أحجام تداول وصلت إلى 6 مليون سهم، 114,000 قيمة هذه الأسهم تخطت 203 ملايين ريال قطري. بالنسبة للأخبار الخاصة بالاقتصاد القطري، طبعا اليوم أو أعلنت أمس قطر للبترول أنه عمليات الحفر في مشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الشمال ستبدأ في العام 2019. ذكرت الشركة أنها قامت بمنح عقد التصميم التفصيلي والتصاميم المعتمدة للتنفيذ لقوائم منصات الإنتاج في مشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الشمال لشركة مكديرموت الأمريكية، حيث أنه عقد التصميم التفصيلي يعد خطوة هامة نحو منح عقد الشراء والتصنيع والتركيب بحلول نهاية هذا العام، والذي سيمهد الطريق لبدء عمليات الحفر. وكان قد تم تكليف قطر غاز بتنفيذ هذا المشروع الضخم نيابة عن قطر للبترول، حيث ستبدأ بالعمل على التصاميم الهندسية التفصيلية مع شركة مكديرموت، إضافة إلى التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت البرية للمشروع التي تقوم عليها شركة تيشوديا. وفي هذا الإطار قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن منح هذا العقد يشكل معلما جديدا يتم إضافته عن طريق تنفيذ واحد من أكثر مشاريع الغاز طموحا في القطاع الجنوبي لحقل الشمال، وخطوة إضافية نحو بدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الجديد بنهاية العام 2023، والوصول بإنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنويا. وأعرب أيضا عن تطلعه للمزيد من التقدم في تنفيذ مشروع زيادة الإنتاج الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 4 مليارات و600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وهو ما سيضيف حوالي مليون برميل نفط مكافئ يوميا إلى إنتاج دولة قطر. يعتبر العقد الموقع مع شركة مكديرموت جزءا من نطاق أوسع لأعمال بحرية تشمل 6 منصات للإنتاج وقوائم رافعة وخطوط أنابيب رئيسية تمتد إلى الشاطئ لتوفير 4 مليارات و600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من حقل
الشمال الذي يعتبر أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم. سيتم ربط المرافق البحرية مع 3 خطوط عملاقة جديدة للغاز الطبيعي المسال تبلغ طاقة كل منهما 7,800,000 طن لمشروع الحقل، حقل الشمال بشكل آمن وبدرجة عالية من التميز التشغيلي. وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا. إذن المشروع كما يعني ذكرنا مشروع جديد سيعزز مكانة قطر على الساحة العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، سيرفع من قدرتها أيضا نحو هدفها المعلن والذي سيتم بإذن الله تعالى في العام 2022. قطر ستصدر، هي الآن أكبر مصدر طبعا 77 مليون طن، ستعزز قدراتها المستقبلية لتكون ولتصل إلى 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا سيتم تصديره لجميع أنحاء العالم. اليوم أيضا هناك خبر بثته وكالة رويترز قالت فيه أنه قطر استحوذت على حصة تبلغ 19% من شركة النفط الروسية روزنفت لتنفيذ الشركة الروسية أو لتنقذ الشركة الروسية من صفقتها المتعثرة لبيع حصة كبيرة لسي آي إف سي الصينية. قالت رويترز أنه صندوق الثروة السيادية في قطر اشترى 19.5% في روزنفت مع شركة غلينكور السويسرية مقابل 10,200,000,000 يورو، ما يعادل 12,200,000,000 دولار في فترة الخصخصة الجزئية للشركة في العام 2016. وأكملت الوكالة أنه في العام 2017 اتفق كونسورتيوم على بيع حصة ب 14.6% من روزنفت إلى شركة سي آي إف سي تشاينا إنرجي الصينية بقيمة 9,100,000,000 دولار، وكان الاتفاق مع الشركة الصينية قد واجه مشاكل عقب التحقيق مع رئيس سي آي إف سي من قبل السلطات الصينية لاتهامات بجرائم اقتصادية في مارس الماضي. وذكرت غلينكور اليوم أن الكونسورتيوم والذي كان يسعى ليبيع حصة روزنفت جرى حله، مضيفة أن قطر وغلينكور ستتملكان الآن الحصص بشكل مباشر. وأضافت أنه جهاز قطر للاستثمار سيسيطر على حصة في أسهم رأس المال نسبتها 19% من روزنفت، في حين ستستحوذ غلينكور على نحو 57%، أكثر من نصف في المئة. نعود إلى أخبار الشركات القطرية اليوم. فودافون تعلن أنها أول مشغل اتصالات في البلاد يوظف أحدث مزايا ووسائل تكنولوجيا الإنترنت لتطوير شبكته اللاسلكية عالمية المستوى. وستقوم فودافون باختبار أو عملاء فودافون باختبار اليوم ستبدأ سرعات معززة للإنترنت يمكن أن تصل إلى 700 ميجا بايت في الثانية، ما يتيح سرعات تحميل خارقة للأفلام والألعاب عبر الإنترنت. ويعزى هذا التطور إلى مجموعة من التحديثات التي أجريت للارتقاء بشبكة فودافون قطر، والتي تم تصنيفها في المرتبة 5 بين أفضل شبكات فودافون العالمية من حيث الأداء. وتتضمن هذه التحديثات زيادة عرض النطاق الترددي للجيل الرابع عبر أكثر من 80% من شبكة الشركة، وتوسيع تغطية خدمات الجيل الرابع الفورجي التي توفرها الشركة لتشمل 98% من مواقع التغطية الخارجية التابعة لها، والمشمول 90% منها بخدمات الفورجي. أيضا بدأنا، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، شهر الفضيل على الأبواب، وبدأت وزارة الاقتصاد والتجارة، وبدأت شركة ودام الغذائية، وبدأت شركة الميرة أيضا بالإعلان عن المبادرات القادمة والتي تشمل تخفيضا في الأسعار عن فترة الشهر الفضيل إن شاء الله، والتي بدأ جزء منها بالتطبيق اعتبارا من هذا اليوم. نأخذ افتتاح البورصة ومن ثم نعود إلى جميع هذه الأخبار. المبادرات الجديدة تفتتح إذن في هذه اللحظات مشاهدي الكرام جلسة التداول في البورصة القطرية والمؤشر العام في هذه اللحظات، كما نتابع وإياكم. يسجل 8,822 نقطة مرتفع المؤشر العام في هذه اللحظات. كيو أم بي يقود الارتفاعات مع أيضا هذه إذن الصورة 8,822 نقطة. نشوف الشركات الأكثر من ناحية الارتفاع، ونبدأ بالميرة التي تسجل اللحظة 137 ريال 49 درهم ب 2.16% ارتفاعات، التحويلية 38
35 ريال 88 درهم مع أكثر من 2% ارتفاعات. ودام الغذائية 62 ريال 8. بدأت الشركات التي لها ارتباطات بالشهر الفضيل تتحرك، وهي طبعا السيناريو السنوي مع اقتراب الشهر الفضيل وفي خضم الشهر الفضيل نبدأ ب يعني الحالة نفسية أكثر منها، لأنه تعزيز المبيعات لا تظهر نتائجه الآن بالتأكيد، ولكن نتحدث عن إنه الشركات التي لها تماس مباشر مع يعني الزبائن مع المستهلكين تبدأ بالانتعاش أسعار أسهمها، منها ودام، منها شركة الميرة ودام التي تسجل اللحظة ارتفاعات تقترب من 2%. بنك قطر الوطني 149 ريال 48 درهم بحوالي 1.25% ارتفاعات. نشوف الشركات الأكثر من ناحية الانخفاض، قطر وعمان في الصدارة 0.6% أكثر انخفاضات مع 6.5%. المستثمرين التي تسجل اللحظة 32 ريال 21 درهم مع حوالي 2.5% انخفاضات، والخليج الدولية 17 ريال 11 درهم مع حوالي 1.17% انخفاضات، وفودافون 8 ريالات 66 درهم بأكثر من 1%. أعود إلى موضوع وزارة الاقتصاد والتجارة، إذن أعلنت عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 509 سلع، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارا من هذا اليوم وحتى نهاية الشهر الفضيل بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى. هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة تحت مسمى أقل من الواجب، وفي إطار حرصها طبعا على نفس النهج الذي دأبت عليه خلال السنوات الماضية في توفير يعني احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الغذائية. هذه السلع التي سيتم تخفيض أسعارها طبعا تشمل جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل، طحين، سكر، أرز، مكرونة، الهريس، الزيت، الحليب، غيرها من يعني المواد الاستهلاكية. أيضا المبادرة الأخرى المهمة بمناسبة أيضا حلول الشهر الفضيل، وزارة الاقتصاد والتجارة تطلق مبادرة دعم الأغنام للمواطنين، والتي تقوم بها شركة ودام الغذائية، تبدأ من تاريخ 27 من شعبان الموافق 13 من مايو الجاري حتى نهاية شهر رمضان إن شاء الله. كمية الخراف المتاحة من خلال المبادرة 20,000 رأس من الأغنام سورية المنشأ ب 950 ريال للرأس، 5,000 من الأغنام إيرانية المنشأ 650 ريال للشخص للرأس، و 5,000 خروف محلي من إنتاج العزب القطرية 1,050 ريال للرأس. وتتوافر الأغنام طوال أيام المبادرة من الساعة 5 صباحا وحتى 4 مساء في مقصب الأهالي، مقصب أم صلال، مقصب المزروعة، مقصب الخور، مقصب الشمال، ومقصب الشحانية. يشترط طبعا أن تتم عملية الذبح لضمان وصول الخراف للفئة المستهدفة، كما تشمل المبادرة على توزيع عدد 2 خروف لكل بطاقة شخصية. تفاصيل اليوم كلها منشورة على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة. نشوف أسعار النفط فقط لآخر إغلاقاتها. أسعار النفط التي سجلت ارتفاعات وسط تراجع الانتاج الفنزويلي والاتفاق أيضا النووي الإيراني، ورغم ارتفاع عدد منصات التنقيب الأمريكية. خام برنت الذي واصل ارتفاعاته، آخر إغلاقات لبرنت اليوم مغلق طبعا السوق، لكن 74 دولار 87 سنت مع ارتفاعات فاقت 1.17% بقيمة دولار 25 سنت. سنكون معكم إن شاء الله مشاهدي الكرام تفاصيل أوفى عن الأخبار، الشركات القطرية، الاقتصاد القطري إن شاء الله 11 بتوقيت الدوحة. نعود إلى محمد وحنان الآن في برنامج في الضحى، عليكم الزملاء. كل الشكر الزميل مروان أبو شنب. إذن نقول صباح الخير وصباح الأخبار الجميلة التي من خلالها هناك دعوة للانشراح في وطن نجد يعني أشياء كثيرة موجودة، نحمد ربنا على النعم الموجودة تحديدا لما نقول صباح الدوحة ونقول صباح الخير فعلا يا وطن. وخلنا نشوف هالمشاهد ونقول الحمد لله على نعمة قطر. هذه مبادئك رب.
عطاك شيخ جعل تبطي سنين ما خابت الهجوات يا ابو حمد فيك هذا تميم المجد يا جاهلينا تفرح محبينك تزعل معاديك مثل الأسد ما ينتهى جمع كلك طريق صورتك في وسط عينه وعسى من رباك تبطي سنينه الله يطول بعمره ويخليه ذخر لهذا الوطن أبو مشعل وأم جاسم وأبو حمد. نروح فاصل ولا الأخبار. ناخذ الأخبار المحلية. ناخذ الأخبار المحلية. صباح الأخبار المحلية اللي من خلالها يعني نستمتع أكيد ونسعد وبدايتها مع الوطن أكثر من 500 سلعة بالأسعار المخفضة. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 500 سلعة والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من صباح اليوم الموافق السادس من شهر مايو الجاري وحتى نهاية شهر رمضان المبارك وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك 1439 هجري تحت شعار أقل من الواجب. وفي إطار حرص الوزارة تأتي التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية. احنا بخير في ديرة العز نكون بخير يعني كل شيء متوفر ولله الحمد وتحديدا يعني لشهر رمضان المبارك الجميع يعمل على قدم وساق. اللهم لك الحمد شهر الخير وشهر كريم وفي دولة كريمة اللهم لك الحمد. نروح حق ثاني خبر من جريدة العرب. إعلان الحملة الترويجية لكأس الأمير. كشف اتحاد كرة القدم عن الحملة الترويجية والأنشطة الدعائية لكأس الأمير للنسخة 46 وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بإستاد خليفة الذي سيحتضن المباراة النهائية يوم 19 من مايو الحالي بحضور خالد مبارك الكواري مدير إدارة
التسويق والاتصال في الاتحاد، وعبد الله الساعي مدير بطولة كأس الأمير 2018، وعبد الله معرفي مدير إدارة البرامج بقنوات الكأس الرياضية. كما شارك في المؤتمر يوسف عبد الهادي مدير إدارة تطوير الأعمال بمركز قطر للابتكارات التكنولوجية، وآري لهاري المدير العام لمركز ابتكار ومبادرة توصيل جماهير كأس الأمير من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلي السوشيال ميديا وممثلي الجاليات في الدولة. وكشف الكواري عن الخدمة الجديدة التي ستطرح في النسخة الحالية من خلال خدمة التوصيل الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع شركة ابتكار، وأي فئة تقوم بالاتصال من خلال سيارات متخصصة بهذا المجال. جميل، إذا أحبتنا ننتقل من هذا الخبر وإلى جريدة الشرق. ماجد برهان يقول خطة شاملة للرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في شهر رمضان المبارك. أكد السيد ماجد برهان الزيدان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان تنفيذ خطة شاملة للرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في شهر رمضان، تعتمد على تقسيم الشهر الفضيل لثلاث أقسام، يتم من خلالها تكثيف الرقابة على المطابخ الشعبية والمجمعات التجارية ومتاجر القرنقيعو واللحوم والمقاصب. كما كشف رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان عن تقديم مقترح لتركيب دوائر مراقبة مغلقة داخل مطابخ المطاعم في منطقة الريان ضمن الخطط الجديدة للبلدية، على أن ترتبط هذه الدوائر بشاشات في قاعات المطاعم بحيث يمكن للشخص الجالس في المطعم يعني يتابع تحضير الوجبات، وهو ما يشعر العامل بنفس الوقت بوجود رقابة مستمرة عليه مما يمنعه من الوقوع في تجاوزات. ففكرة جيدة ومهمة بأن تكون هناك رقابة للعامل، وحتى الشخص اللي يطلب الأكل عنده يعني شعور بالأمان. لا ما شاء الله عليهم، هم مو مقصرين على مدار السنة، اللهم لك الحمد، يعني الحق ينقال. ننتقل إلى جريدة الراية و500 صنف دوائي في صيدلية خدمات الإسعاف. أكدت الدكتورة أمينة سيماني مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات الإسعاف مدير صيدلية الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية أن الصيدلية الخاصة بخدمات الإسعاف تعد الأولى من نوعها في العالم، مشيرة إلى أن هذه الصيدلية تهتم في المقام الأول بتزويد أسطول الإسعاف من سيارات وطائرات ودراجات هوائية بالأدوية المطلوبة للتعامل مع الحالات المختلفة. وأوضحت الدكتورة جسيماني أن صيدلية خدمات الإسعاف تضم ما يقارب من 500 صنف مختلف من الأدوية لتلبية كافة احتياجات المسعفين للتعامل مع الحوادث والحالات المرضية الطارئة، مشيرة إلى أن المسعف هو أول من يصل للمريض، وهناك أهمية كبيرة لتوفير الأدوية المطلوبة للتعامل مع جميع الحالات، وتختلف الأدوية التي يستخدمها رجل الإسعاف تبعا لنوع الإصابة وعدد المصابين. أعزائي المشاهدين، كانت هذه أهم الأخبار اللي جات في صحفنا المحلية. عندنا الكثير من الفقرات الجميلة اللي راح تستفيدون منها وتستمتعون فيها معنا، لكن بعد الفاصل. إنجازات في وطن العز، أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع أن برنامج علم طفلا التابع للمؤسسة نجح في بلوغ هدفه وإعادة إلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس في العالم، حيث جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة التعليم فوق الجميع التي نظمتها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة. وللحديث أكثر حول هذا الحدث المهم، يسعدنا أن احنا نستضيف اليوم معانا فاطمة عبد الله النعمة منسقة العلاقات العامة في مؤسسة التعليم فوق الجميع. حياك الله معانا. الله أهلين، صباحكم
الله بالخير. صبحت الله بالنور. طبعا احنا قبل ما نتكلم في هذا الحدث المهم، ايش رايك تشوفين معنا هذا التقرير عن الحدث ونرجع نسال اسئلتنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. تمكنت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع منظمة اليونيسف وأكثر من 80 شريكاً عالمياً من توفير التعليم الجيد لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس من أكثر من 50 دولة حول العالم، ومنها المناطق الأكثر صعوبة وتحدياً بسبب النزاعات المسلحة فيها. وتركز المؤسسة على التعليم باعتباره هدف كل طفل وأسرة ومجتمع، إذ يحقق أحلامهم باعتباره المطلب الأول للأطفال وفرصتهم الوحيدة، خصوصاً الموجودين منهم في مناطق الصراعات، ليتمكنوا من تجاوز تداعيات هذه الصراعات ويكون لهم أمل في مستقبل أفضل بكثير من حاضرهم. إن البرنامج الذي انطلق منذ عام 2012 وفر للأطفال إلى جانب التعليم ما يلزمهم من احتياجات بالإضافة إلى الرعاية الصحية ووجبات الطعام، وبهذا الإنجاز تمكنت قطر من تحقيق طموح كبير خلال فترة 7 سنوات بالمساهمة في توفير التعليم لعشرة ملايين طفل. صباحكم الله بالخير وصباح التعليم والتفكير السليم من خلال إنجازات قطر اللي نشهدها في كل يوم. قالت صاحبة السمو بأن أعطوني 10 أسباب يعني لتأجيل هذا التعليم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، سأعطيكم 10 ملايين سبب لتحقيق هذا الحلم ويمكن تحقيق ذلك. كيف تم تحقيق ذلك؟ بداية طبعا أحب أشكركم تلفزيون قطر على الاستضافة وعلى دعمكم الدائم حق كل المشاريع في الدولة. حقيقة بداية بدأنا مشروعنا علم طفلا في مؤسسة تعليم فوق الجميع من رؤية صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، أن يعني هي أن كل طفل يجب أن يعني يحصل الفرصة والإمكانية أن يحصل تعليم نوعي فريد يعلمه وانه يكتسب مهارات، بعلم انه يعني يتطور بعد ما يكبر انه يصير قائد في حياته في المجتمع حوله. فكان هاي هدفها وهاي رؤيتها من المبادره الى ان تحولت مؤسستنا مؤسسه عالميه. برغم من ذلك كان كثير من المستشارين، كثير من الاشخاص اللي كانوا يقولون انه ترى الهدف مش واقعي، يعني 10,000 مليون طفل، سوري 10 مليون طفل وأطفال محرومين مهمشين، يعني صعب الوصول إليهم أصلاً. ترى الرقم مو بسيط فاطمة، يعني الرقم وأصلاً هالعشرة مليون هم السالفة كلها، أنه يعني ترى مش سهل أنك توصلهم. فكان وايد من المستشارين كانوا يقولون أنه شلون بتحققينه. ف سبحان الله، يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى يعني جمع الكوادر والأفكار والشراكات العالمية والمحلية والإقليمية، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني حققت الشيخة وأن أثبتت أنها قدرت توصل حق هالهدف. فكانت يعني أن بداية بدأت بالتعليم المحلي في الدوحة من المدينة التعليمية قطر أكاديمي، فبالتالي بعدين بدأت السلسلة إلى عالمياً. تطور. أيوة. يعني بدأت إقليمياً في الدوحة إلى أن وصلت إلى العالمية. يعني شوف محمد، لما تكون مؤمن أنت بهدفك صح. ومبدأك راح توصل. طبعاً. هي كانت مؤمنة، الشيخة موزة كانت مؤمنة جداً بهدفها أن هي راح توصل، وفعلاً وصلت للعشر ملايين. بس السؤال اللي كنت أنا يوم شفت الاحتفالية كنت أسأل نفسي، ليه إحنا في 2018 إلى اليوم ما في طفل متعلم؟ أكيد يعني شيء يعني شيء تعرفين يعني شيء شوي صعب بالنسبة لنا، يمكن ظروف معيشتنا لأن إحنا في حياة الحمد لله رب العالمين مرحبها، يعني والتعليم من أول ما نولد لين ما يعني نكبر نتخرج كل شيء ميسر لنا.
العشرة مليون طفل ذيلا كانوا تقريبا يعني في بقول لك أمثلة على الأطفال. مثلا عندك الأطفال الرحل في مالي مثلا، هاي بدو رحل يعني يتنقلون كل سنة في مكان، وين بيحصلون تعليم أصلا؟ ما في مدارس دائمة تتنقل وياهم. عندك الأطفال اللي في بنغلاديش اللي كلها فيضانات في حولهم تتسكر المدارس. عندك اللاجئين في سوريا واليمن، ما في أصلا، في نزاعات سياسية حروب، شلون بيتعلمون؟ فعندك الأطفال اللي بسبب الفقر. أنا شفت في أثيوبيا أعتقد بعد اللي يشتغلون مع اللي يشتغلون أي. بدل ما يدرسون أي. الأطفال، فما يقدر الطفل إنه يدرس يعني، عند تحسينه مسؤول عن عيلة كاملة فلازم يشتغل بعدين يقول لا خلاص بعدين ما بدرس. وحسب ما سمعنا أو ما قالت صاحبة السمو، ضعي قاعدة أكثر واقعية، لكن من ناحية تطبيق، من ناحية أنها تمسكت بالهدف، سمعت هذه الجملة أكثر تفاؤلية وليست أكثر واقعية. أيوة صح. أي فكيف تم تحقيق ذلك من خلال وجود حلم قد يكون صعب لدى البعض، أكثر واقعية صارت أكثر تفاؤلية، فبالتالي لو بتكلم عن نقطة فكرة علم طفلا من البداية. هي علم طفلا برنامج من أربع برامج تابعة لمؤسستنا، مؤسسة التعليم فوق الجميع. برنامج علم طفلا تأسس من بداية 2012 مع المؤسسة. هدف الأساسي هو توفير فرص التعليم الحقيقية لكل أطفال الأطفال يعني المحرومين المهمشين، مش الأطفال العالم يعني، الأطفال المهمشين المحرومين. هل 10 ملايين طفل مثل ما قلت لكم ظروفهم ما تسمح لهم للتعليم، حياتهم المعيشية سواء ماديا معنويا ظروفهم الطبيعية كوارث الطبيعية في بلادهم تحرمهم وتخليهم مهمشين من أنهم يحصلون هالفرصة. فكان هاي هدف برنامج علم طفلا، حوالي 25 مشروع برنامج داخل برنامج علم طفلا واحدة. فمن بس يعني هاي الهدف كان، وبالتعاون مع شركات العالمية نفس ما قلنا استطعنا الوصول لهالعشرة مليون. الشركات عندنا راح أقول لكم نبدأ عنهم، هم جزء وايد أساسي عندنا يعني، لأن يد واحدة ما تصفق. هاي هو لأن أحد أهم الـ يعني العوامل اللي ساعدت في إنجاح هالإنجاز أن كانت شركاتنا العالمية مع 82 شراكة عالمية منتشرين حول 50 دولة، في 50 دولة في العالم. فهاي وايد ساعد أن نشهر القضية، ساعدنا في أن يعني نطلع بدور المؤسسة عالميا في أنها مؤسسة تعليمية تطمح إلى محو الأمية في عدد من الدول في العالم. بالإضافة إلى ذلك خلتنا أن نتوسع ونبرز أهمية هاي القضية. حلو. يعني شوفي ما شاء الله عندكم شركاء عالميين، لكن هل عندكم شركاء من داخل قطر؟ طبعا في قلت لك شركاء عالميين، عندك يونسكو اليونيسف و العالمية. أيوة. من داخل عندك قطر. داخل قطر عندك عندنا الخطوط الجوية القطرية. إذا تسمعون الإعلان دائما علم طفلا يتبرع. عندك صندوق قطر للتنمية، صندوق بنك قطر للتنمية. عندك أعتقد المتاحف أيضا. طبعا المتاحف إذا شفتوا بعد إعلان بعد الحدث اللي صار في نيويورك، عدد من المباني في الدوحة كانت باللون الأحمر. باللون الأحمر. صحيح. إيه الليلة الثانية كانت سباير دبليو سوا الداخلي المبنى الداخلي كله أحمر، ويعني انشروا والهاشتاج عندنا. عندك المتحف الإسلامي. أيوة. عندك وزارة التربية والتعليم. عندك أيضا عندنا بعد 5-6. أيوة. القوس. برج لوسيل. أيوة. فاليوم كذلك التعليم يختلف، أصبح الأب والوالدين مشغولين في ظل هذا التطور والتغير الإيجابي اللي قاعد يصير. نشوف بأن حتى أولياء الأمور يسمعون معلومات من عيالهم من ناحية من جانب التعليم. التعليم اليوم صار أفضل مما كان عليه في السابق، صار له دور في التربية من ناحية المدرسة، من ناحية المسؤولين كذلك في المدارس، هم يعني ينمون من مهارات الطالب علشان يكون هناك كسب شريف، علشان يعمل فيما بعد بطريقة المشروعة. فودي أعرف يعني 10 ملايين طفل من ناحية الهدف الأسمى من هذا الرقم، وكان 6 حسب ما أعرف. شوف أنا بقول لك مش هم 10 مليون، بقول لك هل 10 مليون الهدف الأسمى منهم؟ صح. يعني خلي الرقم شوي على جنب، مع أن الرقم
هدف أصلاً يعتبر بحد ذاته. هل 10 مليون لأنهم نفس ما قلنا أطفال منكوبين، أطفال مهمشين يصعب الوصول إليهم، فهم هالعشرة مليون كان هدف صاحبة السمو الشيخة موزمة ناصر أن تجعل المدرسة لهم يعني تجعلها ملجأ لهم لاستقرارهم النفسي الذهني، يعني يطلع هالطفل بعيد عن يعني الواقع اللي عيشه، سواء كان حروب، سواء كان ظروف معيشية، سواء كان يعني حياة، يحس بأمان. أيوة، يحس بأمان في التعليم، فتتنمى عنده مهارات، تتنمى عنده يكتسب تعليم نوعي جيد. هاي الشيء بحد ذاته يجعله أصفى، يعني أركز شوي، فيقدر يعيش حياة طبيعية، يقدر بعدين يصير هو اللي يعني الأطفال ذيلا يكونون هم اللي بعدين في المستقبل يسعون إلى تنمية بلدانهم، استقرارها، يعني يكونون أقوياء أنهم يتحملون أن نهضة بلادهم نفسها. الجدول الدراسي هل يضم فقط يعني جدولكم الشامل اللي أنا أقصده، هل يضم فقط التعليم ولا أيضا الاعتناء بصحة الطالب من ناحية الصحية، من ناحية الاجتماعية، من النواحي الأخرى؟ شوفي، هو الكريتيريا اللي اتخذناها عشان نوصل حق هالأطفال كانت عندنا 3 أشياء أساسية بديناها من البداية إلى وصول يعني إلحاق الأطفال بالمدارس. كانت أول شيء البحث عن الأطفال، البحث عن أوضاعهم، كوادر كبيرة كانت تبحث عن هالأطفال وين موجودين، شنو الأوضاع أصلاً موجودة حين الأوضاع اللي هم قاعد يعيشونها، شنو مستوى التعليم أصلاً عندهم، شنو نوعية المدارس إذا كان موجود في إذا في مدارس، يعني هل هي صالحة للاستهلاك، هل في معلمين مؤهلين، هل في أدوات مدرسة، هل في كتب. بعد ما نخلص موضوع البحث وكل شيء نبدأ بعدين نتكلم مع الشركات، نصل للشركات واللجان العالمية اللي ممكن عندها نفس هدفنا، اللي تسعى لنفس الهدف ولتحقيق نفس الهدف. فهو يعني فعليا كانت الشركات في البداية كانت بحد ذاتها أصلا شيء كان يعني تحدي بالنسبة لنا، لأن كل اللي كنا نروح لهم يعني أنه انتوا شلون تبونا يعني نتشارك وياكم في شيء اصلا يعني الخبراء يقولون انه مش واقعي. فكانت كوريا هي اول دوله انضمت لنا، وبعدين بدات شوي شوي يعني نتوسع ويعني نصير يعني لو بتفكرين فيها عالمية. اختي فاطمه، ترى الموضوع فعلا صعب، ان انا اجي اقدم لك ورقه خطه هي عبارة عن ورقة. أيوة. تبين وأنت بتبذلين جهد من أيدي عاملة، من دراسة، من خطة على شيء، على ورقة. يعني شلون بتحققين؟ فهاي الشيء يعني وايد. أيوة. صعب. وهذا هو الشعار، يمكن تحقيق ذلك. فبالتالي ودي أسأل عن موضوع يمكن يكون فعلا موجود، بأن التعليم اليوم كذلك من أجل النهوض بالحضارة الإنسانية، من أجل النهوض بالحضارة الإسلامية، التعليم فوق الجميع. ودي أتعرف عن هذا العنوان. معنى العنوان؟ أي. هو بداية كان مثل ما قلنا لكم كانت أساساً مبادرة في 2012، كانت أن الهدف فيها أن تتبع رؤية صاحبة السمو الشيخ موزة أن التعليم أهميته بأهمية الماء، الغذاء والمسكن حق الناس. يعني إذا ما كان في تعليم ما راح يكون في، ما راح تقدر تحصل على كل هالأشياء. صحيح. فلما توفر الفرص حق الأطفال، حق علم طفلان كان محور الأساسي كان الأطفال. عندنا باقي البرامج في مؤسسة التعليم فوق الجميع، عندك في بعضها يسعى إلى تعليم النساء الأميين، في بعضها إلى توفير أن تقديم فرص العمل والمهارات اكتسابها حق الشباب اللي الغير عامل اللي ما يشتغلون، فتوفر لهم الفرص أن يشتغلون بعدين. فتقريبا كانت يعني أن تأخذ يعني بالمجمل أن جميع الفئات على أساس أن توصل، لأن التعليم ممكن يتحدى كل شيء. وليس بالتعليم على أحد. بالتعليم بتوصل حق كل شيء. هذا هو. أتذكر أن أنا كنت أشوف الاحتفالية، كنت أشوفها أنا ومعي ولدي الصغير، فقاعدة أقول له يما شوف
هذيل 10 ملايين ما عندهم بيوت، ما عندهم أسر، ما عندهم فلوس يشترون كتب أو أنهم يتعلمون. شوف إحنا اللهم لك الحمد متوفر لنا كل شيء. لما أنت ما تدرس، لما أنت ما تجتهد، لما أنت ما تجيب درجات عالية، الخلل في من؟ فيك أنت، لأن الدولة وفرت لك كل شيء، لكن شوفهم هم شلون يسعون عشان يتعلمون. هني تبين المعاناة، هني اللي إحنا لازم نوصل هذه الرسالة لكل أبنائنا. لازم تشوفون الفئات الثانية في العالم أن شلون يسعون عشان يتعلمون حرف. بهالمناسبة بغيت بس أقول لكم عن شيء. طبعا أكيد سمعتوا عن معرض باريس اللي صار في مارس، ومعرض جنيف اللي صار في أبريل. كانوا المعرضين قبل معرض نيويورك. معرض باريس كان يتكلم عن الصعوبات اللي كانت تواجه الأطفال، معرض جنيف كان يتكلم عن التحديات وشلون عملية التطور والسعي خلف التعليم، تعليم هالأطفال، توفير الفرص لهم. معرض نيويورك كان الإعلان الرسمي. في الدوحة بعد احنا هني ان شاء الله راح يكون في معرضين. معرض بيبدا بكره ان شاء الله باذن الله في قطر اكاديمي. المعرضين والمعرض اللي بعده بيكون اول يوم رمضان في دبليو الى نهايه الشهر. هالمعارض يعني انصحكم صراحه تزورونها، لانها يعني شكل مختصر، شكل وايد بسيط، تشرح ان شلون عمليه اللي كانت مثلا عندك مجسمين حق صفين، صف قبل ما يعني خلال أزمات خلال الكوارث والأزمة شلون، والصف اللي هو اللايت مثلا أو الشيء المضيء اللي يشرح لك إن شلون الصف صار بعدين. يعني جهود جهود يعني الشرقات تبين المقارنة واللي انت وصلتوا له. أيوة. فيعني المعرضين بيكونون، المعرض الثاني بيكون في دبليو مفتوح طبعا للعامة، بيكون من بعد الفطور إلى السحور، يكون في دبلي الطابق الأخير. الرمادي بعد كانت له مداخلة في المؤتمر وقدم كلمة جميلة جدا بالإنجليزي. علي العمادي. علي العمادي. أيوة. صحيح. قدم كلمة لها علاقة بالتعليم، بأن التعليم كذلك فوق الجميع. موجه التحية لكل الأفراد الذين لا زالوا موجودين كذلك في الخارج من أجل هذا المشروع. الله يعطيكم العافية. ألف ألف شكر لك أختي فاطمة، الله يعطيكم أنتم العافية ويقويكم. مشروع جدا ضخم، وإن شاء الله أن إحنا نقدر نساهم فيه معاكم، حتى لو بأبسط الأشياء، أن إحنا نوجه للجمهور الكريم حضور مثل هذه المعارض. أنا أتمنى أن أنتم تكونون موجودين، تأخذون عيالكم معاكم أيضا عشان يتعرفون على إنجازات دولة قطر في مجال التعليم. ونطلع فاصل بسيط أعزائي المشاهدين، لكن بعد الفاصل راح نتواصل معاكم فقرات مختلفة أيضا. أسعد الله صباحكم بالخير، صباح الرسائل الإيجابية التي من خلالها يعني نبدأ الصباح بانشراح فعلا. فبالتالي ومن ناحية الرسائل البريدية في السابق إلى أن تطور الوضع وأصبح من ناحية أشياء أجمل، من ناحية الرسائل التي قد تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها. لكن لو بنتكلم عن بريد قطر، يعني شارك بافتتاح مكتبة قطر الوطنية وأصدر البريد طابع بريدي يحمل صورة المكتبة، حيث أصبحت المكتبة أحد أهم المعالم القطرية البارزة، وستكون إن شاء الله منارة جديدة للمعرفة في الدوحة. المكتبة الوطنية تعتبر صرحا حضاريا لحفظ تاريخ قطر ومعلما كذلك للتاريخ العربي والإسلامي والإنساني. اليوم راح نتعرف على مميزات هذا الطابع من خلال الأستاذ السيد خالد رستم. صباح الخير. صباح النور يا هلا. سعيدين بتواجدك اليوم. أنا سعيد. ودي أبتدي يعني من منطلق إنه هل فعلاً لا زالت الناس مهتمة بالرسائل البريدية كالسابق؟ هي ثقافة الرسالة عموماً سواء كانت في الداخل أو في الخارج، الثقافة إلى الآن موجودة. الطابع إلى الآن محافظ على هويته على مستوى المستوى المحلي أو على المستوى العالمي. يمكن عندنا إحنا بحكم إن الناس عندنا يواكبون
التطور والتكنولوجيا، التطور التكنولوجي اللي حاصل. لكن إلى الآن بالعكس، عندنا عدد كبير جدا من الهواة في الدولة، عندنا على مستوى العالم مهتمين بشأن الطابع وخصوصا الطابع القطري. صباح الورد أستاذ خالد. صباح مريم. طبعا الرسالة والورق له ألفة بينه وبين الإنسان، يعني لما تجيني رسالة ترى غير من يعني رسالة ورق قصدي ورقية، صحيح. إيه ورقية، غير أن يجيني مسج، ولو يجيني اتصال أحلى، صح ولا لا؟ وبالذات لما تفتح الصندوق تنتظر رسالة تنتظر رسالة. فشيء وايد حلو. بنتكلم عن الطابع اللي أصدرتوه بمناسبة افتتاح المكتبة الوطنية لو سمحت. هو الإصدار هذا كان بتاريخ 16/4 في يوم الافتتاح الرسمي للمكتبة، كان حرص من الطرفين بتوثيق المناسبة هذه. حبينا أن نبرز المبنى في الحالتين، في الحالة اللي هي النهارية والحالة الليلية، يعني في تصوير ليلي وتصوير نهاري. وعملنا كذا تصميم طبعا بعد عرضه على الإخوان في المكتبة الوطنية، اختاروا التصميمين اللي احنا عملناهم وتم تنفيذهم مع في شركة هولندية متخصصة في مجال الطوابع، وأصدرنا الطوابع. حلو. من ناحية الطوابع الناس سألتك إنها مهتمة بالرسائل، لكن بالنسبة للطوابع هل لا زالت الناس بالفعل يمكن التغيير اللي صار في على مستوى الهواية، هواية جمع الطوابع، هي إن الناس بدأت تدور على التقنيات الجديدة، الأفكار الجديدة. حلو. يعني كانت البداية بالطوابع الورقية، بعدين دشينا مثلا صارت خامات جديدة. احنا من أوائل الدول في الشرق الأوسط، اللي يمكن إحنا ثاني دولة على مستوى العالم طلعنا الطابع الحراري اللي يتغير مع حرارة الجسم، اللون يتغير مع حرارة الجسم. إحنا أول دولة في الشرق الأوسط طلعنا الطوابع المعطرة اللي مجرد ما تمسح على الطابع ريحة دهن العود تطلع. الله. وطلعنا قبل سنتين اللي هي الطوابع خاصة بمكتب بمركز مناظرات قطر، اللي هو الفلورسنت كلر، اللي هو الالوان المضيئه في الظلمه. والحين احنا شغالين في مشروع ان شاء الله راح يكون خلال الفتره القليله القادمه، اللي هو الواقع المعزز او الاوجمنتد رياليتي، اللي يعتمد على ابلكيشن، ومجرد ما تعمل سكان للطابع في فيديو راح يشتغل داخل الطابع، مجرد ما تشيل الجوال الفيديو راح يتسكر. حلو. ودي اتحدث عن هذا المشروع، الواقع المعزز للبوارد اللي هو الطوابع البريديه. الطوابع البريديه هي الفكره، انك انت الشكل بيكون شكل طابع عادي، وفي ابلكيشن راح يكون موجود خاص بالطابع هذا او حتى بالطوابع الجايه. الابلكيشن هذا راح ياخذ الصوره اللي موجوده والماده الفيلميه اللي انت مخزنها. احنا الحين مشروعنا القادم ان شاء الله مع القوس 5-6 اللي هو التقاطع، لأن بعد كان الموضوع بالنسبة لنا مهم، أنه مش مجرد أنه يكون طابع إحنا نصدره للعالم، لا، طابع مع تقنية جديدة، هي تعتبر حاليا هي التقنية الأحدث بالإضافة إلى الطابع الإلكتروني. حلو. أستاذ خالد، ما زال هناك في ناس ممكن يقتنون الطوابع؟ ولو في ناس لين الحين يدورون هذه الطوابع، شلون إمكانية الحصول عليها؟ مثل ما قلت لك، بالنسبة للطوابع الهواية مستمرة على مستوى العالم، هي الأول هواية منظمة في التاريخ، لها اتحاد دولي واتحاد قاري ولها أندية أو جمعيات تنظمها في كل دولة. الهواية مستمرة. احنا بالنسبة لنا اللي يشترك معنا في قسم شؤون الطوابع توصل الطوابع لين عنده، سواء كان في داخل الدولة، وإذا حاب يعني في ناس إلى الآن يحبون يحصلون على الطوابع بالطريقة التقليدية، أنه يوصل لين مكتب البريد ويشتري الطوابع. موجودين وشباب قطريين موجودين مستمرين، صار لهم فترة طويلة جدا، ومش حاب أنه يغير النظرة هذه للطابع، لأنه يحس بمتعة أكثر أنه يروح لمكتب البريد ويشتري الطابع. كانت لنا زيارة يمكن لما كنت في الابتدائي مع طلبة المدارس، لا زالت يعني هناك رحلات؟ في رحلات موجودة عندنا، سواء كان للبريد أو متحف طوابع البريد العربي اللي في كتارة. ودي أتعرف عن الكمية المطبوعة. كمية الطوابع المطبوعة اللي هي خاصة بالمكتبة الوطنية 40,000 طابع لكل شكل.
حلو. والفئات ريال، فئة ريال لكل طابع. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا. صحيح. ممكن يعني أنا أتذكر أيام ما كنا صغار كانت عندنا دفاتر ألبومات للطوابع، هل ممكن يكون هل الألبومات هذه مثل تطبيق وأنا أجمع فيه عن طريق التليفون؟ هو التكنولوجيا. لا هي التكنولوجيا بس إحنا فكرة الألبوم الألبوم الإلكتروني، لأن أنت الألبوم الإلكتروني عبارة عن لو نتكلم مثلا في الآيفون اللي هو في الكاميرا رول، أنا راح أعمل لي استديو خاص وأجمع فيه الطوابع، بس القيمة الفعلية للطابع اللي هي الطابع الملموس الطابع الفعلي الفيزيكالي، إن الطابع يكون موجود عندي وقتني. في أنا أذكر من المواقف اللي ما أنساها، جاني واحد من الهواة كبير في السن يقول لما أكون تعبان من ضغوط العمل وضغوط الأسرة يقول أدخل غرفتي أقفل الباب أطلع ألبومات الطوابع أقعد أطالع الطوابع اللي عندي وأرتبها مرة ثانية ويسويها بشكل دائم، يقول أنا أحس أن هذه استراحة المحارب بالنسبة لي. تهدي. في ناس تحب. بالفعل لأن هي الفكرة أن الواحد قاعد يمارس الهواية المفضلة بالنسبة له. في ناس تحب الرسائل البريدية القديمة وتحديدا اللي تختلف من نوع لآخر، القديمة بالذات. بالضبط. ومن ناحية كذلك الطوابع، ليش الناس مهتمة بنظرك تجاه هذا الشيء؟ لا هي الهواية أصلا فكرتها إيش؟ أني أنا الطابع عبارة عن عمل فني. يمكن احنا هنا في الدوله ناخذ نحاول ان احنا نواكب التطور بان احنا نقدم افكار جديده، لكن على مستوى العالم الناس تهوى العمل الفني، ان الطابع يكون عباره عن عمل فني. طبعا في بعض بلدان اوروبا اللي يصمم الطابع تلاقونه فنان عالمي، فالناس تهوى لوحاته. اذا انا بروح اشتري اللوحه كم بتكلفني؟ فراح التكلفه راح تكون عاليه جدا، فيقول لك انا بدال ما انا قاعد اجمع لوحات كبيره تكون مكلفه وما عندي مكان، بالعكس انا الطوابع هذه عباره عن اعمال فنيه ارتبها عندي ومتى ما بغيت اشوفها اشوفها. والبعض ياخذ الطابع كسوفونير، يعني انت لما تروح مكان مثلا في ناس تجمع اكواب، في ناس تجمع اشياء من دول العالم، فهم ياخذونه كطابع هذه ان انا رحت المكان الفلاني. صح. فيجمعه، يقول اسهل حتى في ترتيبه في البومات وتخزينه يكون اسهل. بالفعل بالنسبة حق الطابع، أولا الطابع يعتبر سفير متجول، هو يمثل الدولة في أي مكان. أنا إذا حبيت أعرف ثقافة الدولة أسرع مكان وأفضل مكان لي أن أنا أعرف ثقافة الدولة هذه عن طريق الطوابع البريدية. إن شاء الله فكرة جيدة. لا هي ممكن تكون، هو عموما لأن هذه من الأهداف اللي الناس حاطتها في بالها على أساس في هواية جمع الطوابع، أنك أنت ثقافة الدولة بتعرفها بكل بساطة عن طريق الطابع البريدي. وكم بالنسبة إذا بنتحدث عن الأسعار؟ لا هي الأسعار تختلف طبعا، يمكن احنا طوابع قطر لو بنرجع لفترة بدأت طوابعنا سنة 1957 كانت الطوابع الإنجليزية الموشحة باسم دولة قطر، وعندنا بدأت سنة 61 طوابع قطر اللي هي باسم دولة قطر بالعربي تفاصيلها تخص دولة قطر. فكانت قبل تقريبا لو أنا بجمع ألبوم قطر كامل لو قبل مثلا 10 سنوات كان بكلفني فوق 120,000 إلى 160,000. حاليا طبعا السعر يتضاعف مرتين تقريبا. لأن أقدم ولا لأن هو مش بس الأقدمية، لا الندرة. ندرة في الوجود. صحيح. لأن في طوابع، وبعدين احنا طوابعنا للأمانة يعني طوابع قطر من البدايه من بدات الى اليوم كانت تدور الدوله كانت تبحث دائما على التميز في موضوع الافكار في موضوع تنفيذ شكل الطابع. الجوده مطلوب، احنا مطلب اساسي بالنسبه لنا في عمليه الطباعه. طبعا طوابعنا ما تنطبع في قطر، تنطبع في مطابع امنيه متخصصه برا في مجال طباعه الطوابع والعملات الورقيه. اندر طابع لدوله قطر، وما نقول كطابع نقول ممكن نقول طابعين اللي هم انقذوا اثار النوبه، كانت حمله عن طريق اليونسكو في الستينات اللي هي انقاذ اثار النوبه، وفي عندنا الاسماك في البيئه القطريه تعتبر هي من المجموعات النادره جدا اللي هي تغيير العمله، وفي عندك
اللي هو الطابع اللي خاص برواد الفضاء الروس. طبعا المجموعة هذه ما اصدرت، لكن طلعت عن طريق الشركة اللي كانت طبعت الطابع في ذاك الوقت، وتعتبر من المجموعات الغالية جدا جدا والنادرة جدا. حتى صار لكم شعار جديد، شكل جديد وهوية جديدة قبل فترة قليلة جدا ليست بالبعيدة، حتى أصبحتم اليوم يعني أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، صار لكم وجود. ودي أتحدث عن الأبليكيشن هذا. هو التحول البريدي كان الهدف منه الأساسي أنك أنت تواكب التطور، تواكب في جميع المجالات، سواء الخدمات، تطوير الخدمات، تقديم خدمات جديدة. الابليكيشن اللي موجود حاليا شغالين خلال الفترة الجاية راح يكون متطور بشكل أكثر، بحيث أني أنا ممكن أتابع المواد اللي أنا أرسلتها أو أنتظرها، تقديم الخدمات اللي موجودة إلكترونيا اللي مرتبطة بمطراش، خدمات مطراش 2 و وخدمة كونكتد اللي هي الخاصة بالتجارة الدولية. احنا سعدين بتواجدك اليوم. أنا أسعد. ولما نتحدث عن البريد، بريد قطر تحديدا، نستمتع أكيد، فنشوفك على خير إن شاء الله. وعليكم السلام، أتشرف فيكم. إذن كل الشكر والتحية لرئيس قسم شؤون الطوابع والمتاحف في بريد قطر الأستاذ خالد رستم. ومن يعني وجودنا اليوم من خلال هذا الاستوديو، ننتقل إلى الأحداث اللي تصير في الخارج من عام 1957 إلى عام 2018. الرسائل تختلف، ولكن قيمتها بجودتها وقيمتها يمكن من خلال وجود بريد قطر أيضا. ننتقل إلى عبد الرحمن العمادي ونقول صباح الخير. صباح النور زميل محمد الحمادي، وأيضا زميلتي في الاستوديو، وأصبح على السادة المشاهدين، مشاهدين تلفزيون قطر. طبعا أنا متواجد حاليا في حديقة اللقطة، حيث تقام دورة تدريبية من وزارة البلدية والبيئة، إدارة الحدائق العامة، حيث تقوم الدورة للنساء فقط عن اسمها حديقة البيت. والحديث أكثر عن هذه الدورة ينضم معنا سيد علي المري، رئيس قسم إدارة المشاتل في إدارة الحدائق العامة. يا مرحبا فيك وصبحك الله بالخير. بس لو تعطينا نبذة عن هذه الدورة. الدورة مدتها 3 أيام، وهي خاصة بالنساء، تنظم إدارة الحدائق العامة وزارة البلدية في حديقة اللقطة. طبعا المعني بهالدورة كل سيدة ترغب في امتلاك حديقة منزلية خاصة فيها، وكيفية الحفاظ ومتابعة كل ما يخص الحدائق والمنازل. طيب بالنسبة لهذه الدورة، شنو هي أهم المحاور اللي تتضمنها هذه الدورة، وشنو الأهداف يعني من هالدورة؟ المحور الأول يوضح أهمية حديقة البيت، كذلك يوضح طرق تقسيم الحدائق المنزلية والمكونات الإنشائية والفنية والنباتية للحدائق. كذلك نستعرض في هذا الجزء طرق تنفيذ وتصميم الحدائق المنزلية. الجزء الثاني يعني يتعلق بكل ما يختص من تفاصيل في الحدائق المنزلية، طرق العناية والاهتمام بالحدائق المنزلية، كذلك الآفات والأمراض وطرق مكافحتها، وكذلك العناية والصيانة النباتات في الحدائق المنزلية. بالنسبة يعني هذه الدورة، ليش اخترتوا حديقة اللقطة عشان تقيمون فيها هذه الدورة؟ والله الاختيار كان يعني متعمد، احنا كنا نطمح يعني في الاختيار ان نخلق شعور، الشعور اللي تعطيه الحدائق العامة للناس. احنا حاولنا ان احنا نحط النساء في 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 هالموقف حتى يستشعروا ايضا اهمية الحدائق في حياتنا. سيد علي المري، رئيس قسم المشاتل في إدارة الحدائق العامة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، طبعا هذه الدورة تقام للنساء فقط، وهي يعني الهدف منها أنها تعرف النساء وتعرف اللي حاب أنه يسوي حديقة في بيته، يعلمونه شلون يسوي الحديقة من البذرة لين ما تصير شجرة. طبعا وهذا كل ما لدينا من حديقة اللقطة، وعودة للزملاء في الاستوديو.
كل الشكر والتحية لك عبد الرحمن العمادي على هذا النقل، ومن خلال فعلا يعني الشباب اللي موجودين في النقلات الخارجية نستمتع أكيد بأن احنا نتعرف عن الفعاليات اللي تصير بين فترة والثانية تحديدا من خلال قطر. فبالتالي يعني حتى التجهيزات بالنسبة لرمضان الجميع يعمل على قدم وساق. شنو غداكم اليوم؟ والله ما أدري، بس أتمنى أنه يكون سمك. سالك جميل، بتجي تغدى عندنا؟ ليش لا؟ عموما نشوف هذا التقرير عن سوق السمك ونرجع لكم بعد شوي. إقبال كبير يشهده سوق السمك بأم صلال يعكسه هذا الزحام، إقبال من المتوقع أن يستمر حتى بداية شهر رمضان المبارك، خاصة مع ثبات الأسعار مع نهاية هذا الأسبوع. بالنسبة للشهر هو سعره يعني حاليا ثابت، مرة يرتفع ومرة ينزل، يعني 8 ريال والشهر الصغير ب6 ريال، يعني كل الأسعار متفاوتة. الزبيدي 30 ريال، الربيب طبعا يعني مش موجود كثير في السوق، يعني في انواع موجوده وفي انواع مش موجوده، يعني الاسعار متفاوته يعني، بس الاسعار كويسه يعني بالنسبه للسوق، اسعار كويسه ولا هي غاليه ولا هي رخيصه. وعلى الرغم من استقرار اسعار معظم انواع السمك، فهناك بعض الاصناف التي شهدت ارتفاعا مقارنه بالاسبوع الماضي، ويعود ذلك حسب التجار الى التبدل في حاله الطقس. عمورة اللي هنا قبل بعض الشهر كيلو 20 ريال 18 ريال. كان سعر الهامورة الشهر الماضي حوالي 18 ريال، ولكن الآن وبسبب تبدل الطقس ارتفع إلى 45 ريالا. أسبوعان حتى بدء شهر رمضان المبارك يتوقع أن تبقى الأسعار فيهما مستقرة، مع وفرة كبيرة وفائض في جميع أصناف الأسماك بأسعار تنافسية مناسبة للجميع. صباح الخير مجددا أعزائي المشاهدين، احنا اليوم راح نتكلم عن موضوع وايد مهم يهم الكل. بدينا في هالزمن نلاحظ ان الناس وايد بدأت تعاني من مشاكل القلب، يقول لك انا مهموم، انا زعلان، انا متضايق، ضغوطات الحياة وايد، احس ان قلبي يعورني، تحس انه هو يدخل في حالة حزن واكتئاب. ويمكن هو يكون قرار وليس إجبار أنه يقرر أنه يكون حزين، فتكون هناك ردة فعل سلبية من خلال قلبه. ودي أتعرف فعلا عن تفاصيل هذه الأمور وكيف ممكن نتفادى فعلا في حياتنا هذه الحالة، عن متلازمة القلب المنكسر تحديدا. تحديدا معنا الدكتورة مواهب علي محمد، استشارية أمراض قلب في مؤسسة حمد الطبية. يا هلا ويا مرحبا فيك. أهلا بكم وسعيدة بوجودي معكم، يا رب دايما قلوبكم سليمة. آمين يا رب. وبعيدنا الانكسار. آمين يا رب. بس المسمى دكتورة ملازمة القلب المنكسر، شنو مفهومها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول مرة في عام 1990 كانت اكتشفت أول حالة بتعتبر حالة انكسار القلب أو متلازمة القلب المنكسر. إيش بيصير في حالات الحزن الشديد، الألم، فقدان العزيز، الزوج، الزوجة، أو أحد الأبناء أو الوالد، فبتحصل حالة حزن حادة جدا. الدماغ طبعا في حالات الحزن والألم بيفرز مجموعة من الهرمونات، هي طبعا جيدة من ناحية ومضرة من ناحية أخرى، يعني عشان تعطي الإحساس بالخوف وبالزعل وبالحزن وبالهاي. فسبحان الله في بعض الأشخاص هذه الهرمونات الأدرينالين والنور أدرينالين اللي بيفرزهم الدماغ كشيء طبيعي فعل طبيعي بيكون عندها تأثير سلبي جدا على القلب. إيش بيصير؟ بيصير ضعف حاد جدا في عضلة القلب، في العضلة بالذات. إحنا مثلا نقول عضلة القلب أهم جزء من القلب هو البطين الأيسر اللي هو يضخ الدم لكل الشريان الكبير الأبهر أو الأورطة، ومن هنا بتتوزع للجسم. فإيش بيصير في عضلة البطين الأيسر؟ بيحصل ضعف حاد في قمة البطين،
فتبقى العضلة ضعيفة جدا ما تقدر تنقبض بالصورة الطبيعية. والحالة هذه النوع لحد كبير جدا بتشبه نوبة القلب الحقيقية. يعني المريض بيصاب بألم في الصدر، تعرق، ضيق نفس، وفي حالات نادرة جدا قد تحدث الوفاة، قد تحدث اضطرابات نزم القلب، قد يحدث فقدان للوعي. فسبحان الله، سبحان الله. المعلومة اللي مش جيدة إنها بتصيب النساء بصفة خاصة جدا. لا إله إلا الله. حساسية. لا إله إلا الله. بنسبة 90% إلى 95%. ليش؟ سبحان الله. لأنها حساسة. عاطفية أكثر. لأنها المرأة عاطفية، لأنها الإيموشن عندها بتلعب دور كبير جدا، بالإضافة لهرمونات الأنسوية والتكوين الفيزيولوجي بتاعها لو تأثيرات قوية جدا على أكثر. شخصيتها، على استجابتها حساسة، حساسة، رقيقة، رقيقة، سهلة الانكسار، الحاجات الحلوة كلها. ليش ما تكون هي يعني صاحبة القرار مثلا؟ ليش ما تكون هي اليد اليمنى للرجل بدلا ما تكسره؟ هي فعلا اليد اليمنى للرجل إذا كان زوجها وابنها أو أبوها، فهي دورها كبير وإحنا كلنا نعرف. صح. وكمان الرجل له دور كبير يعني أكيد. نص المجتمع. عموما ودي أتعرف عن هذا الجانب أكثر، جانب القلب. هناك من يلجأ في حياته علشان يهدئ من قلبه يلجأ للقهوة على سبيل المثال، هناك من يلجأ للبحر. كان الكلام لي مثلا. فهناك من يلجأ للبحر أيضا، فكل شخص عنده طريقته في أنه يهدئ من راحته النفسية. من أجل راحته النفسية يلجأ لأمور عديدة، هل هناك أساليب معينة ممكن أنا أتخذها؟ أول شيء القلب دائما ملام، يعني هو مسكين ما عنده، يعني هو تأثير يعني حتى في حالات الحب، الحزن، الألم، زي ما قلت في هرمونات أو أشياء هي بتأثر على القلب، هي اللي بتخليه بتزيد ضربات القلب، بتزيد هذه الأشياء. صح. فزي ما أنت قلت مهم جدا إنه الإنسان أول شيء كيف استجابتنا لهذه الأشياء. دائما ننظر، أنت كنت بتتكلم كلام جميل جدا على الإيجابية، في كل شيء لازم تكون إنسان إيجابي. صح. تتخذ من أي موقف الجانب الإيجابي. مثلاً حضرب لك مثال، في واحد متوتر إنه عنده امتحان، اثنين مثلاً، واحد متوتر جداً بيحاول يجعل من التوتر شيء إيجابي، إنه يدرس، ينظم وقته، يجتهد، وفي النهاية بتلقاه بيصل. في واحد تاني لا، يتوتر أنا ما راح أنجح، يمشي في الجانب الأيسر بالضبط، يمشي في الجانب التشاؤمي النتيجة تكون مش النتيجة المطلوبة. أنا ضد فكرة الإيجابية بشكل عام. ليش؟ لأن هناك من يقول خلاص أكون إيجابي وانتهى الموضوع، لكن هو الصحيح الموازنة، التطبيق الفعلي، التطبيق والموازنة. يعني أنا زي ما قلت لك هذا النورمال، يعني تركيب الإنسان لازم يكون فيه إيجابي وسلبي، لازم يكون فيه خوف، فرح لازم يكون فرح وحزن، ولا إحنا ما رح نستمتع بالأشياء ما لم نعرف الجانب الثاني. دائما الخوف ايضا دكتوره من الاجل ومن الرزق. سبحان الله، بني ادم دائما يخاف من هذين الشيئين، دائما يخاف انه يموت قبل يومه مع انه ما في حد يموت قبل يومه، ودائما يخاف انه ما يجي له رزقه. طبعا هذا هو، وهذه اشياء ايضا تسبب التوتر، الكآبه، الحزن. طبعا تاثيرها قوي جدا، وهذا يرجعنا لانه احنا مسلمين والحمد لله، وإيماننا بالله سبحانه وتعالى، وإيماننا بالقضاء وبالقدر، وإنه ما في شيء رح يصير إلا برادة الله سبحانه وتعالى. وحتى لما يصير شيء بقوتنا وبارتباطنا مع الله سبحانه وتعالى، مع الناس اللي حوالينا، نقدر نتخطى حتى الأشياء الحزينة في حياتنا. يعني إذا بنتكلم حتى من ناحية الكبار في السن، رجل في السبعين قال سأكافح كي لا أبدو مثل عجوز المسكين، فتفائلوا بالخير تجدوا. كيف ممكن أن أتفائل تحديدا إذا كان القلب يعني سيء، من ناحية ضربات القلب، من ناحية الشعور السلبي الموجود بداخل الإنسان؟ زي ما قلنا إنه الإنسان دائما يكون إيجابي، إذا كان هو الإنسان مش مريض قلب أساسا. صح. فقلبه سليم 100%، هذه الأحاسيس النيجاتيف هي اللي بتأثر على قلبه. فأول شيء دائما أنا بنصح الناس الغذاء الصحي، الغذاء الصحي مهم جدا. الناس ما ينتبهون، لكن الأكل الصحي، الإكثار من الفواكه، الخضار، ممارسة الرياضة بصورة منتظمة يوميا لمدة على الأقل 30 دقيقة، ممارسة اليوغا، تعليم نفسك كيف تسترخي في حالة التوتر، كيف تأخذ نفس عميق، تطلع النفس، العلاقات
الروابط القويه مع الاصدقاء مع الاهل العلاقات الاجتماعيه. احنا الحين بقينا في زمن الترابط بقى اكثر بالوسائل عالم افتراضي صعب. فليش الناس ما تكون اصدقاء في البيت الواحد؟ ليش الزوجه ما تكون صديقه زوجها، تكون صديقه ابنها، تكون صديقه بنتها؟ هذول الناس اللي يكون عندهم مشكلة، ما عندهم مشكلة في القلب بس التأثيرات السلبية اللي بتحصل، فبهالطريقة يقدروا يمنعوا نفسهم من حدوث أمراض فعلية للقلب. الناس اللي بتقول عندهم أصلاً أمراض قلب أكيد الالتزام بالأدوية والغذاء الصحي برضو أكيد له فائدة كبيرة، متابعة الأطباء الدورية، الانتباه للأعراض التي يجب عند حدوثها الذهاب إلى الطبيب مباشرة، عدم الإهمال في أخذ الأدوية، فحص ضغط الدم، كلها أشياء مهمة جداً عشان نحافظ، حتى لو في مشكله في القلب نقدر نحافظ عليها عشان ما تتطور اكثر او تؤدي ل لا قدر الله اشياء. دكتوره في بدايه حديثنا انت ذكرتي في حالات الفقد الشديده قد يصاب الانسان بمرض ملازمه انكسار القلب، لما شلون انا اعرف ان هذا الانسان عنده ضعف في القلب او عنده انكسار في القلب كشخص يعني مو طبيب؟ طيب في الحالات العادية أي حزن، أي إنسان بيحزن بيكون في بكاء، بيكون في اكتئاب، بيكون في عزلة، بس اللي يحصل لهم متلازمة القلب المنكسر بتحصل لهم نفس أعراض النوبة القلبية. يجي ألم قوي جدا في الصدر، عادة بتحصل من دقائق إلى ساعة لغاية 24 ساعة بعد الحدث الحزين، بيحصل ألم قوي جدا في الصدر كنوبة القلب الهاي، ممكن الألم يمشي على الفك او يمشي على الكتف الايسر، بيكون في تعرق شديد، بيكون في ضيق نفس، بيكون في انخفاض في الضغط، قد يفقد الوعي، قد يطيح. ففي هالحالات احنا دائما بننصح يعني الناس المجاورين او المعاه في اللحظه الاسراع الى المستشفى الطوارئ، على الاقل نطمن انه نعمل الاجراءات. سبحان الله حتى تخطيط القلب، حتى فحوصات انزيمات القلب بتكون تشبه تماما الصدمه القلبيه. سبحان الله، النوبه القلبيه. انا ودي اسال تحديدا، ممكن يكون القلب في حاله ضعف، في حاله انكسار، تحديدا عندما يسمع خبر قد يكون محزن، خساره صديق معين، ممكن ان نربط كل هذه الاشياء بهذه المتلازمه، متلازمه القلب المنكسر؟ هي المتلازمة نسبتها مش كبيرة جدا والحمد لله حدوثها يعني نقول 2-4% حدوثها. فبيحصل الحزن الطبيعي، ممكن الواحد يكون منكسر وهاي، لكن إذا كانت وصلنا مرحلة المتلازمة فبيحصل الأعراض اللي أنا قلتها، يعني ما راح تمشي الأعراض من غير ما تنتبه لها أو تيجي المستشفى لأنها حتكون أعراض قوية جدا. من وين تبدأ؟ بتبدأ من لحظة الهاي من دقائق إلى 24 ساعة، وبعد الحزن المباشر تأثير الهرمونات اللي بيفرزها الجسم عند الحزن بتعطل تقريبا عضلة القلب. صح. فمش تأثير يعني هذا نفرق بينه وبين الحزن العادي، يعني الحزن الحزن البكاء هذا الشيء طبيعي. أي. لكن الشيء الكبير زي القلب المنكسر بتكون علاماته واضحه جدا، اضعاف. نعم. المصاب بمتلازمه القلب المنكسر شنو نصايحك له؟ اول نصيحه احنا نقول انه لازم يجي المستشفى، لانه هو مش اول شيء. الحاجه اللي كويسه ثاني في هذا المتلازمه انها بترجع القلب يرجع طبيعي 100%، بس بيحتاج الى 4-8 أسابيع من الصدمه مع الأدوية والمتابعة بيرجع عضلة القلب بترجع طبيعي 100%. ففي الحالات الساعات الأولى احنا دائما بننصح الناس انه لازم يجي المستشفى، لأنه احنا بنعالجه كمريض أزمة قلبية، بيدخل المستشفى بنعطي العلاجات، حتى علاجات الأزمة القلبية كلها بنعطيها لغاية ما نعمل تصوير الشرايين نلقى الشرايين طبيعية، فمن هنا بنعرف انه بنربط الحدث مع ضعف العضلة. مهم جدا، انا دائما بقول مهم جدا وجود الناس الايجابيين، الناس اللي يكونون قريبين منك، اللي يدعموه في هاللحظه، اقرب الناس الاحبه يكونوا جنبه، الكلام الايجابي، التصبير، هاي له اثر كبير جدا. بالاضافه اللي بنعطيهم الادويه اللي بتقوي عضله القلب بنتابعهم في هاي في العيادات. في دراسة نفسية تقول بأن التفكير بالهموم يمكن يضعف القلب وينهك الجسد ويصيبه بأشياء سلبية أخرى، من هذه الناحية ممكن نقول بأن كل تفكير سلبي ممكن يؤدي إلى وجود مرض معين، كل تفكير مثلا بهم معين مر علي ممكن يصيبني بإحباط شديد إلى أن أصل بهذه المتلازمة، والبيئة المحيطة حوله تأثيرهم عليه كظروف.
طبعا التفكير السلبي، الاكتئاب، التوتر المزمن من اهم الحين من اهم اسباب امراض شرايين القلب الفعليه، مش متلازمه القلب المنكسر لوحدها. صح. يعني فبتجد انه الناس اللي يكونوا متوترين ومكتئبين بفتره طويله بتجيهم بعد شويه ضربات قلب غير طبيعيه، بيجيهم ارتفاع في ضغط الدم، حتى السكر ممكن يحصل عندهم. فبتلقى بعد شوي بتكون عندهم العوامل اللي بتؤدي الى عوامل الشرايين، امراض الشرايين نفسها. فهاي يعني مهمة جدا. احنا دائما بنقول انه الابتعاد عن التوتر، محاولة يعني تأقلم الجسد على انه يكون ايجابي اكثر، ينظر للاشياء الايجابية، يمتص الصدمات. بعدين مهم جدا الانسان خلال اليوم، انا دائما بقول الناس بتجري في الشغل ما بتعطي نفسها بريك راحة، ريلاكسيشن، استماع لموسيقى، تطلع مكان جميل زي اللي عندكم برا، تشوف جو حلو. يعني الظروف ممكن انها هي تؤثر او لا؟ اكيد الظروف بتاثر جدا. هو بس في الاخير نرجع ونقول كل امر المؤمن خير، سواء كان شر او خير. فلو المؤمن فقط الانسان يؤمن بقضاء الله وقدره ما يوصل لمتلازمه انكسار القلب المنكسر. في شيء مهم جدا، طبعا هاي المتلازمه ابتدات عام 1990 وللحين الجوانب هاي الكبيره حولها ما مش معروفه، بس في عام 2015 اكتشفوا انه في حالات بسيطه قد تحدث المتلازمه مع الفرح الشديد الغير متوقع. يعني في الحالتين يعني انتم تعملوا حسابكم في كل الحالات. يعني لا تفرحون وايد ولا تحزنون وايد. التوازن. الاعتدال دائما في كل شيء جميل. التوازن. دكتوره مواهب الف الف شكر لك، وان شاء الله دائما قلوبهم مليانه فرح وحب وسعاده باذن واحد احد، والله يبعدنا عن انكسار القلوب. اللهم امين، ويا رب دائما سعيدين ومبسوطين وبخير وعافيه. امين. شكرا لك. اعزائي المشاهدين، ننتقل الى زميلنا عمر الشمري ومؤتمر الدولي للابتكار العلمي. صباح الخير يا عمر. نعم. صباح النور والسرور والعافية زميلة حنان العمادي، تحية لك وتحية أيضا إلى الزميل محمد الحمادي ولضيوفكم الكرام. طبعا تعقيبا على موضوعكم اليوم نقول الله يعافيكم إن شاء الله من الشر وما تشوفون شر، وإن شاء الله ما حد يجيه ألم في صدره ولا في قلبه إن شاء الله. اليوم متواجدين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث يقام مؤتمر هنا للمسؤولية المجتمعية، المؤتمر الثالث للبحث العلمي المسؤولية المجتمعية، والذي ينظمها مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية. طبعا بنتعرف على تفاصيل هذا المؤتمر والذي يستمر من تاريخ 6 مايو إلى 8 مايو، وذلك تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. اليوم نتعرف على تفاصيل هذا المؤتمر مع أخونا مجاهد حمزة مدير مركز الفيصل المسؤولية المجتمعية بالإنابة. مرحبا وسهلا فيك. يا مرحب، حياك أخي إن شاء الله. تكلمنا عن هذا المؤتمر الثالث، إيش أهم النقاط اللي يناقشها واللي تم طرحها هنا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات؟ مؤتمر يستمر لمدة 3 أيام، يتناول 5 محاور أساسية، من ضمنها التأصيل التربوي ودور المؤسسات التعليمية تجاه الطلاب وتجاه الفرد وتجاه المجتمع، وأيضا بيتناول نماذج وتطبيقات لتطوير وتحديث العملية التعليمية بما يتواكب مع التحديثات اللي في العمليه التعليميه العالميه ان شاء الله. هالسنه ما شاء الله الشعار كان مميز ايضا، يعني تحت شعار التعليم تحت التحديات في الازمات والمتغيرات الازمات. تكلمنا عن هذا التعبير، لماذا اخترتموه؟ نظرا لما تمر به دولة قطر من الحصار المفروض عليها حاليا، كانت هنالك بعض المتغيرات في للطلاب الذين يدرسون في دول الحصار، فالمؤتمر يحمل شعار التعليم مسؤولية مجتمعية في ظل المتغيرات والأزمات، في محور أساسي يطرح خلال المؤتمر يتناول هذا الجزء الخاص بعملية التعليم في ظل الأزمات
في ظل المتغيرات حتى يكون هنالك خطط استراتيجية في المستقبل في حال حدوث أي أزمات أو حدوث أي متغيرات. احنا اليوم لما نتكلم عن هذا الموضوع حقيقة هو موضوع يمس شريحة كبيرة من الناس اللي تضرروا مباشرة من خلال يعني انقطاع يعني مسيرتهم التعليمية، والبعض منهم كان في السنة الأخيرة قطعوا تدريسهم بسبب هذه الظروف اللي يعني تعرضنا لها. تكلمنا عن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات التعليمية واللي يجب أن أيضا يعني نساهم في تعزيز حس المسؤولية لديهم في العالم أجمع وليس فقط عندنا هنا في قطر، أن مثل هالأمور ما تتكرر في منطقتنا يعني في المستقبل. طبعا المؤتمر يتناول هذا المحور الأساسي لمعرفة دور وزارة التعليم والتعليم العالي وأيضا دور جامعة قطر والمؤسسات التعليمية داخل دولة قطر تجاه الطلاب الذين تعرضوا لبعض المشاكل من دول مثلا الحصار أو من الجامعات. فحاليا المؤتمر سيتناول هذه المعضلة بالذات من أجل وضع خطط استراتيجية في المستقبل لمحاولة تدارك الأمور وإيجاد حلول مستقبلية إن شاء الله. أخوي مجاهد، هناك محاور حقيقة لهذا المؤتمر واللي يستمر من السادس حتى الثامن من شهر مايو، تكلمنا عن المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر. المحاور الأساسية هي دور المؤسسات التعليمية في ظل الأزمات والمتغيرات، وأيضا في محور أساسي هو التأصيل التربوي، وأيضا محور نماذج وتطبيقات حديثة في العملية التعليمية. هل في هناك يعني مناقشة لهذه المسألة من الناحية القانونية أيضا؟ يعني أكيد في هناك يعني إجراءات قانونية لمثل هذه المتغيرات اللي تحصل واللي تعرض لها بعض الطلبة يعني لا سيما في عالمنا العربي. تكلمنا يعني هل تم طرح المسألة من زاوية قانونية؟ في محور أساسي أيضا من خلال المحاور الخمسة التي تناولها المؤتمر يتعلق بالتشريعات والقوانين في العملية التعليمية، وأيضا العملية التعليمية في ظل الأزمات والمتغيرات بوضع بصفة أكبر حتى تكون هنالك حلول مستقبلية في المستقبل القريب بالنسبة للطلاب الذين واجهتهم هذه المشاكل إن شاء الله. إذن مشاهدينا حقيقة في نهاية هذه التغطية نشكر الأخ مجاهد حمزة وكل المتمثلين في مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية وأيضا مؤسسة الفيصل بلا حدود، على رأسهم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني مؤسس هذا المركز و المؤسسة، ونشكركم على هذه الجهود اللي تقومون فيها. شكرا لك. إذن مشاهدينا كنا معكم من مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث يقام هنا مؤتمر العلمي الثالث للمسؤولية المجتمعية والذي يستمر لثلاثة أيام. نتمنى لهم كل التوفيق في هذه الجهود السامية، ونرجع للزملاء في الاستوديو. شكرا زميلي عمر الشمري، وأيضا إحنا نتمنى لهم كل التوفيق في هذا المؤتمر الذي يقام للمرة الثالثة للمسؤولية المجتمعية. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لختام فقرات حلقتنا لليوم، وأتمنى أن أنتم استمتعتوا في حلقتنا اليوم. أكيد، عسى أن تكونوا بخير يا رب العالمين، وتنعمون بكل الأفكار الجميلة السليمة اللي من خلالها تفكرون بطريقة جميلة. طبعا تتفادون الحزن، نتفادى الحزن ونتفادى انكسار القلب، والله يبعد عنكم الحزن ويبعد عنكم الهموم. وإذا حابين تتابعونا تقدرون تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة لكم على الشاشة، ونشوفكم على خير. مع السلامة.